تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بإطلاق مبادرة جديدة تحت شعار من إنسان لإنسان لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة. وترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين بهدف رفع التوعية لدى الأطفال والنشأة حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ. دور كبير قامت بيه مؤسسة حياة كريمة لدعم إخواتنا في غزة على مدار الأيام اللي فاتت، وفي ظل أحد أهدافها وهو التوعية كان مهم إن ولادنا يشاركونا في الدور ده ويعرفوا أهمية القضية الفلسطينية ويجهزوا بنفسهم المساعدات الإنسانية اللي بتروح لإخواتنا في غزة. طلاب كتير من المدارس شرفونا في مقر المؤسسة وشافوا الدور اللي بتقدمه وشاركوا فيها على أرض الواقع، وبالتأكيد ده ساهم بشكل أساسي في ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والتطوعي والإحساس بمسؤولية وأهمية العمل اللي قدموه. حبينا نحسسهم إن هم ليهم دور وإن هم بيقدروا يعملوا حاجة، بيتساهموا في تخفيف حزن ووجع ممكن يكون ولاد وأطفال زيهم يعني حاسينه. حبينا نوصل لهم إن التطوع مش بالسن، اي حاجه بالايد او حتى بالكلمه بتساعد معانا في اي بروجكت زي بتاع غزه. اخواتنا في غزه طبعا محتاجين زي حاجات غذائيه هم بايديهم كانوا بيحطوا، وبنعلمهم حاجه جديده زي ربط الكراتين. شعور مفعم بالحماس كان واضح في عيون الطلاب لانهم عارفين ان اللي بيعملوه حاجه كبيره قوي في قيمتها مهما كانت بساطتها، وإنها هتساهم في بناء شخصيتهم وإحساسهم بأن ليهم دور حقيقي في مساعدة إخواتهم في غزة. دور هيفضل مصدر فخر ليهم قدام نفسهم وقدام الآخرين. فخورة بنفسي جدا وفرحانة جدا من مؤسسة حياة كريمة إن هي استقبلتنا عشان نساعد إخواتنا في غزة. استفدت إن أنا عرفت أكتر عن حياة كريمة وإن أنا ابتديت أعرف أكتر عن العمل التطوعي وإزاي إن أنا أقدر أساعد أشقائنا في فلسطين. إحساس إن أنا أبقى في حياة كريمة بساعد ناس إخواتنا في غزة يعني إحساس حلو. فخور إن إحنا عندنا حاجة زي دي في مصر، يعني مبسوط جدا ان احنا ممكن نقدر نساعد اي حد بالطريقه دي. العمل ده بجد بيساعد ناس وبناخد عليه حسنات وهيوفر ناس اكل للناس وعيشه للناس. بجد حاسه بافتخار ان انا جيت هنا وان انا بتطوع لاهلنا في فلسطين. احساس حلو قوي وانت بتعمل حاجه انت عارف ان هي هتروح لناس بجد محتاجينها جدا. حياه كريمه بيزرعوا بذره التطوع في عقول اولادنا وتحمل المسؤوليه تجاه المجتمع علشان نقدر نخليهم مشاركين في تنميه المجتمع ونستفيد من قدراتهم وطاقتهم، وكمان نبني عقولهم للمساهمة في بناء مستقبل البلاد.